السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالم الفارس الشيخ أبو سليمان الزبيبي بارك الله به وبصحته وبأولاده، كان رجال، كان عالم له مكانته له سمعته، وكانت كلمته ما تصير تنتين، ما بيسكت على الزاحلي أبدا. مرة من المرات ذكر لي أحد الإخوة، أنا ما أعرفه لشيخ أبو سليمان، لكن حكى لي أحد الإخوة من أهل القرب يعني المقربين، أنه مرة حصلت مشكلة أمام الشيخ، والشيخ تعرفه رجل ما دام محامي يعني فارس، فقال له لهدلينك، قال لهم ترى أنا قادر، يعني إذا مشاكل أنا قد المشاكل يعني، بس أنا ما بدي أدخل على السجن، مو لأني خاف من السجن، مو لأني بخاف من السجن، بس لأنه هلا بيقعد محد مني واحد بالسجن، بيقعد بيدخن وريح الدخان، وأنا ما بحب ريح الدخان، ما بتحملها. الله يذكره بالخير. ما في، قوم يا إسماعيل، خلاص كلمة واحدة ما بيكررها يا أخي، شي بشهي. الله يذكرهم بالخير.